حدثنا عبدان قال اخبرنا ابي عن شعبه عن اشعث سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سالت عائشه رضي الله عنها اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت يقوم اذا سمع الصارخ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث قال اذا سمع الصارخ قام فصلى